إنه صحة خمد غيز مكشو مشان وزما ديك خيخ في الناس الساحر محمد أو الساحرة سعدية يعني فتيحة التقراقي الشرعي لمحاربة السحرة ثانية أو لازي فيديو يتقذ تسعى فقط وراء الشهرة الواقع دوانيته ما رخصت شهاد اتشات تفاهات روتيني دين معروفين يعني معروفين هنا معروفين اش يعني تقن الدواء قرش الدواء يصمد معروف الدواء يصمد معروف ان شنو يتق الدواء يصمد ويتقن فهمت تفتق السحر الاسود تكسح الفودو تي ديجا تتفق ذاك الاسم باش تمثل على انهم مسحورين انه زي واش غير تنفوتو قاو جيبو دراقي اذا صحه جاي انه راه خشت حنجاد وش غسرتينا فش غاسفوطينو ناس روح وني تفطرنو لانه السيده معروف منطقه الناظور. السلام عليكم ايثما سويثما نضحى بزيوم ديال الحلقه ثانيته ما مشتو ورا بنهاره كاين راقي ابو ادم دي فيديو ثانيته ممشي قالت انه محارب للصحراء وانه يتحارب ضد افعال السحر الشعوذه قلت كاين باش تظام بعض الحقائق اذا خاين انت بعض الرقات يتمارس السحر والشعوذه. مرحبا بك. الله يحفظك. من خاتيني خلق به كيدي خفش انه شك محارب الصحراء من خاتيني خلق بونيتا او لا ما مش تقاتو زد الفكره ثانيتا انه تحارب الصحراء وانا تشكى الطاقم نادور بريس استضافيه بالنسبه لما يلقب محارب الصحراء انه مش يعني تسلم ميدان الرقيه الشرعيه ديت محاربه السحر الشعوذه من يجي تسمى الحارب تقان الظاهره انه دي الاونه الاخيره تنتشر في ديك نطاق واسع دين النهضه خاصه دي منطقه الريف ناهيك عن الاذيه اللي جات تلقي غير النشو وراء الوالدين نو جراء المس السحر ثاني تا نقطي دي الجين يعني الجين انه تحارب يعني السحر ديجا تتفق ذاك الاسم باش تمثل على انهم مسحورين وصغيو على اساس انه السحر ولكن يعني نقال انهم يوذن تو تشيك باش انه يوذن يصير غباره او لا خبيت تقري فيديوهات تيقن انه نيشان قاشك يعني السفوغ السحر انش يعني ماني تقال يعني اوراق الاخوان استعد المركز مركز معروف انه هذا سن اكن قيما اتورن الحالات غنغي تسن مار ما تيريس على اتفاق ني غتجبو اتفاقي كيس يعني مش مستعدين اي شخص بودا دي خصصتي الطاونت الظاهره المس ديال الاونه الاخيره تنتج هذه منطقه الريف بشكل كبير اينا وسين دي مناطق معروفه انها تمارس سحر الشعوذه والزرن خاص نسني هو نغناضات مسامان حسيمه عده مناطق ديال المناطق الريفيه وسين دانيتاتي كاين الاوكار وسن قبل المركز اوكار سحر الشعوذه وسونتر فيل يعني في نشي يوداني قديم تو خمي تخصد كاين السحر تاع نغاشون وذران غاشون نخرى لا راقي تسني جير بانكو وخير دليل على هذا هو المقاطع جانشاغ للصفحين اونكا يعني تراح غيموش انا هي داعي انه زوغ هذه غير الشخص كلشي موت تقصد الدليل الحجه البرهان واخا من غير يوداني قال انه شكت حاربت السحره لانهم تنافسن او لا يعني نيس اللغه العربيه تنافسون مع الرقاد من عن الرد نشك او لا من غير يوداني من ناحيه اي منافسه يعني نشك رقي عدو للسحرة المشعوذين لانه ما رخص تحارب مثلا ظاهرا الرقيه الشرعيه خصيش تبدي ديك الصحه لانه الصحه طاح نغاس يودان تقن السحر ايوا دوا دوا الراقي تسك معالج يعني تقرقي الشرعيه وفق الكتاب والسنه خميقة الرقية الشرعيه اي شرعيه ويسبو الشركيات يعني خاليه من الشركيات ويسبو فطوني ماش شي اسم الناش اسم باباش يعني خاليه من الشركيات في الحين ان السحره المشعوذين تنتقى الامور اسم الوليد الاسم يماش فطون ناش يعني لا يستوعبه عقل اسم اللغه العربي مستحيل انه دي المنافسه جاء اصحاب الراقي هذا هو الجواب. التصنيف ينزل الراي العام قال انه الراقي ابو ادم يعني زي مالي يعني زي محاربه السحر ثاني او زي فيديو يتقد تسعى فقط وراء الشهره من انا رايي نشتي نسناو من المجتمع خص الواقع دوانيته ما خصها تشهاد تشهاد تفاهات روتيني والى غير ذلك ما خصها تشهاد يخفنش شعاد تحدي خشان الشخص هذا ويجن الشخص يجن عمل خيري او عمل تطوعي ذي سرخه يتشهر لا يوجد مش في حين مرت نشاط تفاهات نشاط العريض الى غير ذلك اتنشحد اتشهاد يخف الناس وتجيبوا العمل يغنش كمحاربه السحره المشعوذين
أبريد مارس غير داي سنغ إلى أنه دين مسائل تشهير دين مسائل قانونية أنه ممنوعة تقذمانية في نظرك الشهاغ يخفينه دوي يخفينه غتهلوك لا يعقل هذا وخا ممشتو ليش وش دين يشان روقات غانق مثلا دي يعرف أو لا شك سنتن تقن السحر تشعوذة نعم دين قايخ شوف لأنه صحة خميد غيزم كشوم مشان وزن ما ديك خيخ في الناس الساحر محمد او الساحره سعديه يعني فاتحه التقراقي الشرعي الرقيه الشرعيه يعني يجن بلاكا يتوهم الناس انه يعالج بالرقيه الشرعيه شمال تدفض الوكر نصغى داخر هناك تقص السحر الشعوذه خير دليل على هذا قن نتعقب النقطه الاصليه من دي جين تسبين غيوذان تصون صنود حق الصوره خميت راحه الشخص غداخر يقبل كان رقية شرعية ومعروفين ومستعد ضد كغرد المناطق التيرين دي اسمه ونسن يعني مستعدش خمي وتفغس غداخر تفقدين أعمال شركية يعني خالية ودي اسمه رقية شرعية يعني الواجهة هذه اسمه رقية شرعية ولكن الأعمال غداخر دي الشرك دي يعني ساحر ومشعوذ ديني رقات دعا أنهم شرعيين لكنهم صحارة أخا من هنا الرقات يتقن الرقية الشرعية مشقة ولكن طلب الأثمنة خيالية يوذان غاسن دي داسم بشي تقن الرقية قال بالنسبة إخوان الرقات الشرعيين يعني تشتغى وجهي جنيداء الرقات مدينة الناظور قيقطع بربقطع من البث المباشر نغس الماني الجام يعني أضهان لأنه نهارة دين يجي الحملة مثلا نقص الصحراء المشعوذين لين فريد السكينة مغلوبة على أمرها يجني تقول الوالدين الناس يجني قراش إنه شين قتل الفكرة الشائعة غنقدير قراش هذا أذى هذا يقدر يفعل وخا في حين إنه شو جغج النداء الرقات الشرعيين كافة ناس خصم كيديت معاون مادم تحارب السحر الشعوذة نهارا حان دق نقص الخطر إنه شين توارى السكينة فرجت تصغ المركز نشان يجن زيد طاف التفدي ودان والطان ودان هرشن سلمس فهمت في حين إنه وسائل توعية والجيشاء نتحارب يعني نتحارب الرقية الشرعية ولكن ما حدا تسير من خيص حان المشعوذين والسور بخاس أما مسألة الرقية الشرعية يتقين الأثمنة باهظة نشقاخت يعني بكل وأنا مسؤول على أي كلمة أقولها تذف يعني مشناو بنادم يتق ألف درهم 800 درهم العشوب 1500 درهم قاصد النصب بالاحتيال يعني نصاب بكل طلاقة مسألة أنه خمي كي ساتقيم مش قيم كي قيم قيسن ناس نودي قد تقيت قم يعني 600 درهم 700 درهم يحصى 1000 درهم تقيت نصب يعني تشوها من الصورة الرقية الشرعية تستدل لنسج الحديث قراش أن هناك نفر من الصحابة ذهبوا إلى أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما أنركز فأبوا أن يضيفوهما فلدغ مالك تلك القرية يعني لدغ بلادة العقرب فقال هل معكم من راقي قالوا نعم ولكن شرط أن نرقيه تهدو لنا قطيع الغنم تلك يعني نارخ من سورة كسني قراش قطيع الغنم تلك دي رعدني تغط سكوة التمنية يعني إيش من حقي تشترط الأتمينة فهمت؟ تقيد يستدل الناس الحديث لكن الحديث ديسوا أبوا أن يضيفوهما فهمت؟ تسند غاري وذان مثلا قنيقة وانسعى نتقرق يا غفران فراني خمي قاس فران فراني قاس مشي قارق يتقيد يقرش مثلا يتارى يفوتو مع العلم أنه سنخص انه راقي شرعي تسند غسي وداني جن عدد نيوذن من بين يعني من قيغ وان شم مستعد يعني انا مسؤول على اي كلمة اقولها مرت غمانية تسمى ادي جار المحاسبة الناحية القانونية فمرت تقى مرحبا خمي اقصد كذا من صحة المعلومات لانه توقع عجن الضرر نهار قنش الضغط في شهد مثل بودا الوالدين وتحغوانيتا على اساس انه راقي شرعي راقي خيش تحنجات وشي غاس 30 نرف وشي غاس فطينو ناس روح غاس سيدة ونيتا اينا ساح نجارات وغتمون غاكيس المدة عامين اسم حذائي روح يمرش اخسي اخسي اسكرد شي دي صورة نشك شي غاس فطينو نش وغاري فيديو لا ولكن راقي ونيتا شك قبل واش تغث السند انه يجيك اعمال السحر ياخ لا توسط انه راقي شرعي يعني راس الرقيه الشرعيه ولكن ما دام اننا شيوذا انه قي خميغاس نتاعها الرقيه تاع انا الصور يوث في الشك انه كيف انه يجن يجيك الرقيه الشرعيه طلب صور الزوار غادي تسن نعم انه زي واش غير تنفوتو قاو جيبو الرقيه صحه جاي انه راقي خش تحنجاد وش غاس 30 وش غاس فوطينو ناس روح وني تطورنو لان السيده معروف منطقه الناظور معروف وتسند شيوذا صوتس وهذا وجبوا انه من ناحيه انه حسداخ نغ صربخ ناحيه ثانيه انه واتس ساحر ومشعوذ واش غاس فوطينو واش غاس 30 نرف
لا صروح غواني تينس خصت قروق يا السيده كي استمرات نس تخدم غبارة انت تمرات نس تمرات نس تقبر غبارة تروح يعني انت تستقبل انت مغارين خمي تسد نعم تمرات نس يستقبل انت مغارين تروح غاس الناس تنس لان شي تقروقيه الشرعيه وها وتسيدو حدم يعني وزمش مش تفدو حدم كيما تفق يعني امور شرعيه ديال الوجيهه توت فراس غدا اخر تكسي فوتو ديريكت الناس بدي قد مو ضغط مو نغاك حنجره ونيتا يسمح ذايا يروح يمرش يخسي يسقط يسقط دمار يسقط وينات يتفوتو نيت تمنية الناس في الشارع 11 صدغه جيبو الراقي لان كلمه راقي ينسب نفسه الى الرقيه باش هو صح يعني بالنسبه يوذا من نسبه ليوذا انه التراقي لانه الخلل من جاد يوذا ومسائل التوعيه مسائل الرقيه الشرعيه من تعناد الرقيه الشركيه هذا ينسب نفسه الى الراقي وتجيبو الراقي يعني هو يتشوه الصوره من الرقيه المهم اش كمر شي غاسفوتوينو شي غاسترزيناف الناس غاتي في الشارع 11 تعقب تف شغل 11 غاري فيديو موثق الدليل الحجه البرهان لايف عبر المباشر الرانك اوتوموبيل روحوا غاس ودفق سكريو حنجاتو غاس كيدين ناس روحي ناس يجي استشاره ولينا وزمت تفدا مشي خواني تاتي ومره يوداني غاسي تاسن غاس نفوتو نيودان الدمار شا تزو تصحي ميز مره سن انه ساحر يعني دين يوداس انه يتك السحر الا يجن في قليله وسين شيخ ميت تفغى داخل تفتكني تقوى صافي روح غني راسي وحنجاني كي ديني راس روحي نسجن استشاره وهذا تفق كي استشار وهذا الناس رجعت في اي تفق تقرقيا في حين انه وحنجاني كي نيق ترغي وتفغاس ارقع رمحر الناس السلام عليكم وعليكم السلام تسندي اني لا الناس وشي فوطوين وقت غاك تقغري موثق الدليل الناس وشي فوطوين إني أقش فوتون شقتي ذا وسقيقول ناس شيء فوتوين ناس فوتون يوم يتحدث إني إلا قن شقيق غاس وسقيق غاس المساج ناس حنجارة قتي ذا المغرب يعني يتوهم يودن أنه يعلم الغيب ناس شيء فوتون يودن غني غكذا نتام مش السحر إني قن شقيق غاس الرقي فوتو وهذا مش قال رقي تجدي فوتو لأنه لا يعقل إنه راقي شرعي أشي تفوتو وتجيها مشان الخلل تيجي جودان يعني والسينشاء وتميزن بوجه الرقية الشرعية الرقية الشركية فهمت والخلل هناك رقاد واش قابوا رقاد شرعيين سحرة ومشعوذين يتخفون تحت لواء الرقية الشرعية تقبلك انا الرقية الشرعية مش هذه الوكر نصغى اخر ترى العجب العجب ما حدا يعني رواقعين دي نقطتين يعني وخان سيور خروقات واش ديني عادي يوذن غارخ دي عارف تاحن تقن السحر يتمثل او اللي من المتاحي تقن السحر وديني يعني ماني كثاغ اختي عارف يعني شان حواجون تنسي السحر وما شوف ما حدك يشيري واقعي ديني الاوين الاخيرة خمس سنين تنقلت وغايجن السحر المسمى بسحر الفوضو يعني السحر الاسود وعندما انا خميق قال السحر الاسود يعني وجيبوا السحر كولور نزدى بارشان السحر الاسود قانت يعني من صنعه ونثيقين لونه اسود يعني يبدأ دي السينيغال انتشر دي السينيغال وحاليا انتشر في إسبانيا ومتواد غنغشين دي المغرب تغيو دي الناظر المناطق الريفية ماريوز داس شاني جينيوز السحر الأسود معروف انه 9 مليون 8 مليون وهذا دليل غاري موثق مكالمة هاتفية غاري دي الصفحة على صحراء ومشعوذين موجودون في المنطقة الناظر قرات قصد السحر الأسود 5 مليون ويقارن ينفعوا النصف ظرف 10 ايام يعني قارش 7 ايام غير مكالمه موثقه يعني قد سبحان ضغط يعني ماشي مشكل يقارش دي 7 ايام الاهل النس توارى ان السيد وتبين بهم مليح يعني تبانت الاعراض وفي ظرف 10 ايام حنجا صافي يعني تيري السحر الاسود واش تحسب انت من اخطر انواع السحر نعم السحر الاسود من اخطر انواع السحر بالنسبه لي تدي دي اقريم الناظور او الذي يعرف دي نيود انت السحر الاسود موجود بكثره كثرة يعني السحر الأسود نعم قين ذا دي النظا ودي سنتر يعني وجيبوا كان مناطق جوجان يقطع غودران قين ذا نيتا يعني جيبوا تنوفان يعني مش نقانا ويوذا نايتا سيدي تقرى محال يتمارس السحر ويتنوفى أواني غطاء رقية شرعية يتنوفى وراء رقية شرعية دي معروفين يعني معروفين هنا معروفين إيش يعني تقن الدواء قرش الدواء صمد معروف الدواء صمد معروف إن شاء الله يتقن الدواء صمد وميتقن فهمت تفتك السحر الاسود تكسح الفودو ودين من بينهم البعض قانش انه هم رقات شرعيين ودي الاول الاخيره اصحاب الجاليه المقيمه بالخارج نصب خاص تجي من طريقه احترافيه ماشي استقل يتزدوني تشي قانش دراقي لانه الراقي يتشوه الصوره الرقيه
إكسي خمسة ستي قنضاون إكديك ستي قنضاون أسن قفيرة ناس قوة غش مرارة بارشان أدر حد ينضري جندي قوناف جندي سروان جندي قعاروي جندي بويافا ستي موشان هذيك سيج الطريق هذي عقر خوندر الناس إذي قدي شان واحد شان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لو ضرف من سبع شهات ومن شهر هذي دور تقنية كشوية ومنزا شوية تفوج دوكر تقنية دقديم شوية خميغ يس يتعسن خلجال الجالية المقيمة خاصة للخارج خميد غاية سدي قرقية وتيري غاسي جلي سباسي قرس كيدين مجهود الله يجازيك قوارب الوقت يعني هرشق خميد غاية سدي قرقية مثلا أسيني لو دي غاك سحر مدفون للمنطقة الفرن فرانية غاك سحر مدفون شك تعانيس الاضطرابات اكتماطو تجيد بومليح شيموان يعني بعض الأمور يتجا أي واحد يتعانى الزيس يعني شنو حوايجتني مألوفة أنه يتعانى الزيس أنت بنادم لأن من جراء الضغط ضغط العمان المشاكل اليومية تيري بنادم مع أصبع بعض الأعراض مثلا يعني لا علاقة له أنه بنادم سحور يعني وجبوا أعراض أنه السحر أعراض السحر واحد سن تقن أعراض يقاني هنا ما حد ضحية يعني تيري أي شخص مرت نسمة تيران شيء مونو تيري بواك الرغوة تسير ذاك تمغاد شيني واه باش هذي التيق باش هذي التيق قارس واه أسيني ودغك سحر مدفون دي المنطقة فرين فرانية قام حدا تجيب دغي يخصيد قغل مجهود يخصيد جيب دغي كيدي طاحت قول جي قارس نشن حاجة قارس مني واه قمي قوها جبد سيني غام مليون فرانك مليون مليون و 500 كي قص الثمن سيني وني دوني التقوز ودي فكيخ في النسوة لأنه المسحور لا يعلم بحاله إلا الله عز وجل فهمت خمي كي صغير راح ونظر تيجي بدا سيني يقت السؤال المطروح هو ماذا مشك تروح تقدر رقية شخص وندي وش يوقع بو الانفعال وادي نبو التأثير والسي وربو خادم السحر عالي ساني كسيني السحر قم نش يعني وجد سكي غيخ فينو نطرح غاث مضرين جبد السحر لكن من زي الطرق طرق شرعية هو انه تقاث بنادم يتقعد من ديس يشي شنامشان ما نجي السحر لانه لا قوة كسبور عقره مش كيف يمكن انه شك من مجرد النظر غابنا غاك جوسين تسند من يتجاو مشان يعني السحر واه يعني شك تقيل سرقية بنادم واسي وقع عيش نحاجة الله ودين يبود تأثير ودين يبود ناس الشيء نغ السحر قوشا مين زي تسند ممشي قيس انه ودين يسحر قوشا ودين بعض الاخوان انه قرص مين زي تسند شكي قرص واتسقسة قنيث واتسقسة غاد قنيث ويا كيدي خمي كي صغير روحو هنا معروفين دير النهضه تقلت يعني من يوقع سكواسه بعدا الجاليه نخ سكواسه يوقع عطسني ودانو سين دغاري انني ودي قيش بدا نغيش نسي السيد السحر خصص نغمي ديما في اختفى الحالات تني قاس مشي كطرق شي جبد السحر قاريق روحو غاس ودي يوقع بوت تاثير ويني قاك السحر من ظرف فران فراني ميزي سنتير فران فراني يوقع عند ريسيور مين دينش لا يعني قيم مليح هنا تنغري هو الرقيه عن بعد رقيه الواتساب رقية الواتساب ترى غانا الاخوان قال الشخص هذا قال رقية الواتساب باش سكا رقية الواتساب من ميد انتشرت هذه كورونا ويتو هذه الوقت يعني بلعنا نغ المراكز كسي بنادم كسي 40 دورو كي كونيكسيون اين وين اتصالات هذا راه هذه بوزر ديال مالطا سي قال رقية بنادم التليفون يقرا سكي 200 في كونت قال رقية الواتساب اولا وغاسبوا النتيجة ونيش غيني غاس النتيجة اي حي الحركات البهلوان ياسيني فوسه ديك قامو خرج عضو والله دي الانسان ما رقت مسحور خادم السحر يدفق السحر قضروري خص ديك البرامج هذه الزاج ديك البرامج منزليه زائد رقيه الشرعيه اما الاخطار النص فكثيره اش تنتي مثلا قدي نورويج ابو فلان قدي النهضه اسيك الرقيه عبر الواتساب اولا ديس المخاطر لنفرض انه السيده هي كيستيح نجان دي تدات تغدي تروازيام ولا كاتريام اي كامين دايستهاش اتكسي ميسا تنضى بودا نطاحك وزينا اتنقيخ في النس يعني داس المخاطر ولين فريد قاع وتوضا ديني وتغيفك اقش تليفون داري وتغيفك نس انه تقال ولا غاسبو النتيجة الا وسيلة نصب واحتيال تنطاش هذه كورونا وغا المراكز بلعن شال الكلمة اخيرة يوذن ذيك غزان يخشى رسالة السيوض الرقاة يتقدق الافعال بالنسبة للكلمة الأخيرة يعني توجه اختي السكينة المناطق الريفية خاصة أنهم يعني لا داعي للخوف يعني دين أو كار السحر والشعوذة في كل حي أي مشان دي ستفديج تصحات نغي جو صحات دي الشارع دي صدغان يوذان تيري نجن التخوف أنه ما تقدم من شكايات إلى غير ذلك شقا غاس تسمون 10 نيوذان 15 نيوذان تسند إلا إن نجن الشخص يتقع أعمال السحر والشعوذة ما تقدم نجن عريضة الشكايات تقدم يعني الحرب الظاهرة لأنه شاسي نطاق واسع يعني تكثر ذي المناطق الريفية وبالنسبة لرسالة الإخوان الرقاة الشرعيين خمين قارق الراقي الشرعي يعني تري أعمال شرعية يعني عمله يخص ديري شرعي وفق الكتاب والسنة الرقية بالقرآن لا غير ودين يبود اسم نيماش ني اسم نباباش ني خزارة تطاوين ني خزارة يكفسن تم مرض الأعمال الشركية يعني ضياع الصورة الرقية يعني الرقية الشرعية دور كواهجها
يعني يوحي للناس انه راقي شرعي، لكن في الوكر الوكر غداخر مي توقع عن غالمراكز غداخر توقع امور خطيره جدا. ومن المنبر يعني توجد غير النداء ما نادينش يعني السلطه تفتش تفتش تلقى المراكز ديال الرقيه الشرعيه زيد طاف توقع تفتيشيه غداخر، لانه قادين المراكز تاع الرقيه الشرعيه غداخر خاصهم فوطوط نيودان تقنس السحر الشعوذه والى غير ذلك. انت كذلك كما قالوا الحلقه هي ثاني تشكاريش وتشكاريش اطس خل المعلومات يسوض السكينه ديال النظار ولا السكينه نعرف باش يوذن يعني اضحضني خفنسن وتشكاريش اطس.